رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. في هذا الشهر الكريم الأغذية وتناول الأغذية كيختلف بالنسبة للصائمين، كيختلف على النوعية ديال التغذية اللي كياخذوا في الأيام ديال الإفطار. كنلاحظوا بأن الناس كيتعاطوا بزاف الأغذية اللي كتكون غنية بالسكريات وغنية بالدهنيات، كيعرف الجميع بأن هذه الأغذية كتكون مضرة للصحة وكتسبب مجموعة من الأمراض منها السمنة. لأن في الشهر الكريم من بين المسائل اللي كيستافد منها الإنسان على الصعيد ديال الصحة ديالو مع رمضان هو نقص الوزن. إذا كان الإنسان كيتعرض أو معرض أو كيعاني من زيادة في الوزن، وكذلك الناس اللي عندهم السمنة ورمضان فرصة باش ينقص وكينقص من بعض الكيلوغرامات ديال اللي كتكون زائده على الوزن المثالي ديال اللي كيكون في الجسم. مثلا وجبه الفطور الانسان كيبدا بواحد جوج تمرات ولا ثلاث تمرات كاس ديال الماء هي باش كيبدا الانسان. علاش؟ لان التمر هو واحد الماده غذائيه كتكون غنيه بالسكريات، خصوصا السكريات اللي كتكون مزيانه كيتسمى داك السكر كيتسمى الفريكتوز اللي كيمشي للمخ ديال الانسان مباشره وكيتغذى منه المخ، وكذلك يعطي واحد الاشاره المخ كيعطي واحد الاشاره للجسم باش يتوقف على ذاك الاحساس ديال الجوع. وبالتالي الانسان كيبدا بواحد التمرات جوج ولا ثلاثه وكاس الماء كيرتاح واحد 10 دقائق ومن بعد كيتناول الاغذيه الصحيه بحال مثلا الشوربه اللي هي خصها تخادف من بعد هاد 10 دقائق، خصوصا الحريره المغربيه ديالنا او شوربه كذلك بالخضروات او بالاسماك، ويتناول بعض الاغذيه اللي كتكون يعني بالبروتينات بحال كنقولوا حنا لاصالاد او شلاضه، يتناول كذلك مجموعه من الاسماك ويتفادى الانسان الاسماك اللي كتكون مقليه في الزيت، يعني تكون طيبه باي طريقه يا الفران يا مشويه، ولكن ما تكونش هذيك الاسماك ما تكونش مقليه. بالنسبه للفتره المسائيه في رمضان واحد القضيه مهمه هو الانسان خصو يتناول كميه كبيره من الماء، على الاقل واحد 800 الكيسان متوسطه الحجم خص الانسان يشدها من بين الفطور حتى السحور. كذلك بالنسبه للوجبه ديال السحور يكون شرب الماء ضروري في الوجبه ديال السحور، تناول بعض الاغذيه اللي كتكون غنيه بالنشويات بحال الحبوب القطاني البطاطس والفواكه والخضر.